ولمزيد من الفهم والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني. أستاذ عبد المهدي أهلا بك. يعني إسرائيل تعترف في الواقع بخسائر فادحة منذ بدء الحرب على قطاع غزة لكنها تواصل التصعيد، كيف تفسر هذه المفارقة؟ ليست مفارقة لأنه إسرائيل أهلت المجتمع الإسرائيلي لهذه الخسائر قبل حدوثها في كل التصريحات قبل العملية البرية التي أكدوا أنها ستكون طويلة وباهظة الثمن. هذا جانب. الجانب الآخر، إسرائيل داخل المجتمع الإسرائيلي تعتقد أن ما حدث معها في يوم 7 أكتوبر أكبر بكثير من أي خسائر سواء مادية أو على مستوى البشر، لذلك ما زال هناك نية لدى إسرائيل بالاستمرار رغم كل الخسائر التي تتكبدها في العملية العسكرية. طيب، استهداف المقار الأممية والمستشفيات والمرافق الإنسانية كيف لم يحرك حتى الآن شعرة في ضمير العالم؟ يعني أنا أعتقد أن ضمير العالم ربما يأخذ غفوة في هذه اللحظة أو في هذه اللحظات، لأن هناك كرت أو ضوء أخضر أمريكي صدر بشكل واضح من البيت الأبيض عندما قال أنه لا خطوط حمراء على العملية العسكرية الإسرائيلية. بالتالي الولايات المتحدة التي تتحكم في معظم المؤسسات الدولية سواء في مجلس الأمن أو في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تستخدم نفوذها لإحباط أي تحرك ضد إسرائيل، ومن هذا المنطلق تستمر إسرائيل وجيشها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين والمرافق العامة لهدف رئيسي، وهو أن تتحول الكارثة الإنسانية إلى في غزة إلى نكبة جديدة تستمر لعدة سنوات. وهذا جزء من الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل في حربها، هي ليست فقط تستهدف أي أهداف عسكرية ولكن هي تريد أن تدمي الشعب الفلسطيني وأن تؤثر في قدراته على النهوض في السنوات القادمة. وهذا أمر واضح من طريقة القصف الإسرائيلي والاستهداف الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب.